طبعا من ضمن الأضرار التي ألحقتها كتائب القذافي فترة تواجدها بمنطقة كرزاز وطمينة، فلم تكتفي بقطع الكهرباء وقطع أسلاكه وضرب محطاته، وإنما اتجهت أيضا لمنع السكان من الحصول على أحد أهم أسباب الحياة اللي هو المياه. فنلتقي مع أحد سكان هذه المنطقة ليطلعنا على ما حدث بالضبط بجانب هذا خزان المياه الذي يغطي المنطقة. بداية نتعرف على اسمك. السلام عليكم، انا عادل ابراهيم دراد من منطقه كرزاز. نعم. وطبعا احنا من المنطقه هذه من سكان المنطقه، فوجدنا كتائب القذافي تم يعني انتم من بداية الأحداث، هل يعني كم الفترة اللي أخذوها باش هم وصلوا فيكم الكتاب إلى هذه المنطقة يعني؟ والله فترة طويلة، يعني كانوا متواجدين في منطقة كرزاز بقرب مدرسة الأسدادة. نعم. تواجدوا في المنطقة، في احنا نقول الجزيرة هذه. نعم. فبعدين الفترة يعني فترة وقت جيل نيتو طبعا، فتواجد الطريق الثقيل. نعم. فقعدوا يرموا علينا يعني من الطريق الثقيل، يستهدفوا في المكانات زي يعني زي ما تقول احنا الحاجات الأساسية في المنطقة هذه اللي هي خزان المية هنايا، وقعدوا يرموا عليها يعني من بعيد، وكانت المنطقة يعني توجد فيها مية وفيها كل شيء المنطقة، لكن تو لا توجد فيها مياه، يعني الناس يعني قاعدين بلا مية وضموا حتى قطع علينا إسلاك الكهرباء. نعم. في موضوع المياه، يعني أنت حضرت كنت شاهد عيان على قصف هذا الخزان؟ أيوه، أنا كنا شاهدين يعني كنا حاضرين، يعني كان يرموا عليه من بعيد يعني من طريق الثقيل. نعم. ممكن تحكي لنا على طريقة قصفه أو طريقة ضربه؟ يعني لاحظ أن فيه ضربتين أو ثلاثة في الخزان، كان فهذا يدل على أنه كان مستهدف قصدا، يعني لم يكن مجرد أن صدفة قذيفة جت فيه. نعم، هو كان مستهدف يعني رسمي زي ما قلنا، يعني مستهدف يعني يرموا عليه في الثلاث ضربات، أنت ما تقول يعني قاس عليهم قاس، يعني مستهدفين يعني لين على سبب الشغطة المية يعني هل المنطقة يعني. نعم طبعا، بحكم ان سكان المنطقة اكيد واجهوهم بقتال عنيف، واجهوهم فيحاولوا يقضوا عليهم سبل الحياة. لا والله، واجهوهم التوار بأهل المنطقة كرزاز، يعني ما شاء الله عليهم، يعني كانوا متواجدين في كل مكان عليهم. نعم. ولكن اصبحوا يقصفوا من بعيد يعني بالدبابات يعني. نعم. ايوه، يعني ضربوه حتى الجاب بتاع المية تحت، حتى تشوفها داخل قز حتى مضروبة. نعم. ايوه. اسمه خزان شنو معلش؟ هذا اسم الخزان يعني منطقة كرزاز مقرب مدرسة الأسدادة. نعم. شفت الأضرار، يعني هذه الزاوية طبعا تاع المية يعني تحت، هذه زاوية المية، هذه زاوية المية تحت، يعني هذه بتاخذ من الزاوية تحت هذه وباش ترق المية فوق، تصبح نعم. المية يعني ما عادش ترق يعني فوق، بحكم ان الزاوية فاضية تحت. فاضية انت شفتها. نعم. ايوه، يعني هل المنطقة الوقت قاعدين بدون مية يعني. يعني أضرار يعني شفتها يعني. يعني لم تكتفي كتائب هذا الطاغية بتسميم المياه، وإنما حاولت قطعها حتى أيضا. حاولت حتى القطعها يعني ما. نعم. ما فيش طريقة إني ما درها يعني للمنطقة، يعني هذين على أساس بيقطع عليهم المياه يعني المنطقة كذا. نعم. الله أكبر. والله أكبر. إن شاء الله سيدي. هو نشكرك اخي عادل على هذا. ان شاء الله سيدي، شكرا، بارك الله فيك. حتى انت يعني ان شاء الله دائما من نصر الى نصر، ان شاء الله باذن الله منصورين، باذن الله منصورين يعني. والله اكبر، ان شاء الله، بارك الله فيك. يعني اضافه للكلام الاول يا اخو سيف، ان حتى ما يعني ما سكوش بضرب الخزان، بس يعني حتى المضخات للمي يعني يفكون يرفعون يعني تم سرقه حتى مضخات المي سرقون يعني كلها. شفت يعني ما عادش في شيء يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني شوف يعني يقطع الحياة على هالمنطقة يعني بالكامل يعني.